الزمالك مع سيراميكا كليوباترا. محمد رمضان بيكام جديد على منتخبنا الوطني. هذه امامنا احمد رمضان بيكام. عايزين يسجلوا يعملوا محاولات. وادي التسديده من رمضان بيكام حلوه يا ولد. حط رجله يلحقها عاشوري قبل ما تخرج، لكن بيكهام يا ولد يا ولد يلعب الكره العرضيه على البعيده، ولكن التخشامي راسيه وتطرد. وادي الكره العرضيه براسيه من فراس شواط، وادي الكره من احمد رمضان بيك من قلب الدفاع. هدف مصطفى لبيكهام مره ثانيه من مكان صعب ومن زاويه صعبه، والعرضيه والدفاع بقت اسمه روعه 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 من مروان حمدي. لو ان هو يحط جسمه ويحجز بالشكل ده وياخدها لنفسه الشمال، كره عاليه خطيره والراسيه والهدف. جول جول جوه جول. الهدف من طارق، طارق علاء الى حسام، حسام الى واثنين، يضطر انه يعمل الباص لبيكام. يا ولد على تشيب الكره الاماميه، لسه ما فيش فاول، الكره مكمله. احمد رمضان بيكام يشوط واحده خطيره، ولا ايد من احمد رمضان كانت بتلف كده، كانت رايحه مع فريق بيراميدز. سيراميكا كليوباترا عنده لقاءين مؤجلين، هنشوف النهارده افكار كولا. نلعب في الدقيقه 49 اهو. بيكام حسين السيد يضغط عبده، الشحات والمخالفه وعلى طول عرضيه راسيه ممتازه. منتظر التحركات مصطفى. مشكله دلوقتي شيكابالا اقرب واحد لأشطر. تريد ابي طاهر مره ثانيه كوره، ولكن تدخلات قويه. شمال ولا هيكتفي بالثلاثي في الدفاع وغير الطريقه. جابر تمرير للامام عند فادي. تدريبيه فقط، متولي المهمه من فقط. بيكام استلم بيكام، عدى انطلق حلو قوي. 13 يناير، من 13 يناير وحطت مصطفى. انما الماتش حلو، الماتش هيحلو، والشوط الثاني هيكون شوط حلو. الرسميه هي اللغه الانجليزيه. في الشمال من اليمين للشمال عند شيكا براسيه، لكن ما فهموش يوسف. قد عادل التدرج بالكوره، يوصل ناحيه الشمال لعبده يحيى، حاول يروح شمال يسلمها في النهايه، والتمريره البينيه من سخيم. استلم في منطقه وسط ملعب اسلام جابر من شمو باهر المحمدي، تتلعب الكرة العالية، تعدي الرأسية، كرة ثلاث نقط. ليه؟ لأن إبراهيم قبل بيكهام في كل اللعبات. ادي الشيبي من اليمين ياخدها ويلعب واحدة، لكن اتقطعت الكرة واتلعبت غلط وتحولت بقت هجمة مرتدة. لكن من ناحية الشمال لو عدت من بيكهام خطر، لكن بيكهام بخبرات كبيرة مع لاعب محمد كالاريا. ملعوبة لحسام من إلياس، يلعبها اماميه وعلى الارض عبده يحيى الى نهائيات امم افريقيا. لكن خلونا نشوف في مواجهه ميدو جابر علي بعرضيه خطيره والراسيه ممتازه. اون تايم سبورتس لازال البحث جاري جدا. ادي كره خطيره جدا اتلعبت على حدود منطقه الجزاء اصطدمت بقدم عمرو القلاوه. جابها يسرى قويه لرمضان، لسه الكره مع حمدي، عرضيه خطيره باتجاه فخري مخطوفه خطري البورسعيدي. ونتابع لومه، هي بنظره، نظره عتاب ولوم كده المرموش. الهاني سليمان على التنفيذ، بتتلعب عاليه مره ثانيه في اتجاه طاهر، لكن مأمنها وهم كسر في تشكيله سيراميكا كلوب. شول بيتر عمل فنت، يلعبها شيكابالا لابراهيم انداي، يعدي جوه 18، لكن بيكام لعلي العبدي عاليه يطير بيكام على صدره. عمرو موسى يردها مره ثانيه طويله في الجانب الايمن من وسط ملعب سيراميكا كليوباترا، لكن الضغط كان تريزيجيه وباهر المحمدي وصلاح. الفوز 3. خلينا المطلوبه من اللاعبين يرجع بيها العادل، يلعبها طويله باتجاه منطقه الجزاء سيراميكا كليوباترا. انطلاقه من تتلعب الكره قطريه عند ابراهيم انداي، لكن احمد رمضان بيكام يوصل. لكن بقاله فتره مش بيفوز، بقول لكم اماميه التحركات ده وكنترول، لكن ما بين اثنين تفوق بيراميدز وطويله الجانب الاخر. الهجمه للنادي المصري عن طريق حسين للا شيء حتى الان، والمحاولات المصريه ما زالت دوكودو سابها لطارق علاء ارسلها الى دوكودو. افريقيا
20-17 قطع لصالح نادي الزمالك في الطرف الشمال. طبر وحسام عبد المجيد وسط تراجع تونسي لنفسه مكان هداف النادي الاهلي ايضا باربع اهداف. طلع لفادي فريد تاني في نص ملعب منتخب مصر للدرجه الثانيه والاسبوع 33 لكن عدت داتا جوزيف. لكن رؤيه اروع واروع من عمرو موسى. محمد عادل على محمد كناري الكره ترجع تاني لما هو افضل باذن الله. وافض علينا كلنا الحقيقه الريتم الهادي لان ريفا بدايه لسيراميكا كليوباترا بالفوز على النادي المصري بثلاثيه. قال اسماعيلي في مباراه اقيمت على استاد الاسماعيليه وانتهت بدنيه ومجهود